فمن أهم المعارف التي توصل إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع أوامره بعثة الرسل، هذه من أهم المعارف أن أعتني بها معرفة وتعلم الأدلة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودفع الشبه عنهم. يعني هذه تكون ثقافة العصر عند المسلمين، ألف باء تاء ثاء في الإسلام. ليس الآن الإنسان يبلغ 40 و50 و60 وفي المدارس خالية من هذا الأصل العظيم. يعني الطالب في بدايات الدراسة يبدأ الآن يتلقى مثل هذه المسائل، حتى إذا بلغ سن البلوغ وكبر أكثر بقليل أن يكون هذا الولد، هذا البنت أو هذه البنت يعني على دراية ومعرفة، وعندهم الأدلة ودفع الشبه بالنسبة لمسألة صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وبيان دلالة المعجزة على صدقهم.